إدانة واسعة لحادث طابة الإرهابي الذي أوقع 4 قتلى وأكثر من 15 مصابة. جنايات شبرا الخيمة تستأنف جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية قطع طريق قليوب. الجيش السوري الحر يقيل اللواء إدريس ويعين العميد عبد الإله البشير رئيسا لأركانه، وقتلى وجرحى في مواجهات بين مقاتلين إسلاميين في دير الزور. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، والبداية مع الشأن المحلي. إلى تفاصيل، حيث توالت ردود الفعل الداخلية والخارجية للتنديد بتفجير طابة الإرهابي الذي أودى بحياة 4 أشخاص بينهم 3 سياح من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى سائق الحافلة. من جانبه قال وزير السياحة هشام زعزوع إن جثامين الضحايا الأجانب ستنقل اليوم لبلدهم عقب انتهاء فحص الطب الشرعي لها، مشيرا إلى أنه لا يمكن التكهن بمدى تأثير الحادث على القطاع السياحي خلال الفترة الراهنة. يبدو أن التنظيمات الإرهابية والجماعات المتحالفة معها قد بدأت في تغيير تكتيكات صراعها ضد الدولة المصرية، فبعد شهور من التحركات الهادفة إلى ترسيخ التوتر والاضطراب السياسي والأمني في البلاد والعمليات الإرهابية التي تستهدف قوات وأفراد الجيش والشرطة، شنت الجماعات الإرهابية في سيناء هجوما بعبوة نازفة في حافلة سياحية على طريق منفذ طابة البري بجنوب سيناء، لتعلن بهذا الهجوم التحول لاستهداف السياحة التي تعد من أهم أركان الاقتصاد المصري. وكشفت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في الجزء الأمامي من الحافلة السياحية، بينما رجح بعض الخبراء أن تكون العبوة الناسفة قد زرعت أسفل مقعد السائق خلال توقف الحافلة في أحد المطاعم على الطريق ليتناول الوفد السياحي الغذاء. الحادث الإرهابي أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم سائحين كوريين جنوبيين وإصابة 15 شخصا آخرين. وزير السياحة هشام زعزوع توقع أن يلقي الحادث بأثاره السلبية على حركة السياحة، مؤكدا أن ما حدث يؤثر على 4 ملايين يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع السياحة. إدانات واسعة للحادث الإرهابي داخليا وخارجيا، حيث ندد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بالحادث، مؤكدا أهمية سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وتجديد إجراءات التأمين في المنطقة. وزير الخارجية نبيل فهمي من جانبه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي، قدم خلاله خالص تعازي حكومة وشعب مصر في ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له حافلة سياحية في طابة. كما شجبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الحافلة السياحية، كما أدانت إيطاليا الحادث. ومعنا عبر الهاتف مراسل النيل من جنوب سيناء حمد الشواتفي. حمد، ما الجديد لديك كأصداء للحادث الأليم، حادث طابة الذي وقع بالأمس؟ ريهام، الجديد قلناه في النشرة السابقة، ولكن الآن هناك حركة طبيعية داخل منفذ طابة البري، هناك حركة مرور من وإلى المنفذ، السياح يمارسون حياتهم بشكل طبيعي جدا، الأوضاع عادت لطبيعتها، هناك هدوء تام في قرية في مدينة طابة المصرية. أيضا وزير السياحة هشام زعزوع واللواء خالد هودة محافظ جنوب سيناء قد وصل بالفعل على متن طائرة خاصة إلى مطار النقب، متوجهين إلى مدينة طابة للقاء السياح الناجين من الحادث الإرهابي وطمأنة الوفود السياحية الموجودة في المدينة. من الجدير بالذكر، هل تم نقل السياح الذين كانوا موجودين في الحافلة إلى فندق آخر؟ نعم، هناك هشام زعزوع أصدر قرارا أمس
بضرورة نقل السياح الناجين من الحادث إلى أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، ثم سيتم نقلهم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة. لكن حتى الآن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة موجودة الآن داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي تتابع حالة المصابين. أيضا الطب الشرعي قام بفحص جثامين القتلى، هناك أيضا تحليلات للأجلاء التي عثر عليها صباح اليوم والتي يعتقد أنها الانتحاري، كما أكد لي ما أكدت مصادر أمنية في الصباح الباكر أن هو شاب في العقد الثاني من العمر، هو من قام بتفجير الأتوبيس على سلم أثناء صعوده على سلم. إذا نحن إزاء أربع جثث، جثتين للكوريين الراحلين وجثة لسائق الشاحنة وجثة للمتورط في هذا التفجير كما فهمت. نعم. منكم. طيب نعم. ماذا عن عملية نقل الجثامين، جثامين الضحايا إلى بلدهم؟ سيتم نقل الجثامين خلال الساعات القادمة عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثامين واستخراج الشظايا وبقايا الحزام الناسف من 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 أجسادهم. سيتم نقل الجثث إلى بطائرة خاصة إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدا لنقلهم إلى كوريا الجنوبية. أيضا أكد لي مصدر طبي أنه سيتم خروج 10 حالات من المصابين الموجودون داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، سيتوجهون إلى القاهرة على متن طائرة خاصة تمهيدا لنقلهم إلى كوريا الجنوبية. لم يبقى في المستشفى سوى حالتين مصابين ببعض الإصابات الخطيرة، سيتم إجراء عمليات جراحية لهم اليوم، أو بالفعل هم داخل العمليات الآن لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بهم. ثم أخيرا حمادة، هل بدأت تحقيقات النيابة بالفعل؟ نعم، بدأت تحقيقات النيابة وبدأ الاستماع لشهود العيان سواء من المصابين أو من الذين حضروا الواقعة. أمين الشرطة شريف الذي أصيب إثر الحادث قال أنه أثناء نزول في تحقيقات النيابة التي بدأت أمس، أنه أثناء نزول السياح من الحافلة فجرت الحافلة، وقالت سائحة كورية أيضا في صباح اليوم أنها شاهدت شخصا لا يتعدى عمره 25 عاما ذو لحية خفيفة، هو من قام بتفجير نفسه على سلم الحافلة عندما اشترك مع المرشد السياحي الذي رفض دخوله إلى الحافلة. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة، متابع من جنوب سيناء مراسلنا حمادة الشوادفي. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد كامل المتحدث باسم وزارة الصحة، كل التحية لحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا فيكم. طمئن دكتور أحمد على حالة المصابين ومدى الإصابة. احنا المصابين الحمد لله حالتهم مستقرة، في فعلا في فقط 2 منهم اللي هيحتاجوا إجراء جراحات، واحدة منهم لتثبيت كسور بعظام الساقين وحالة أخرى لتثبيت يعني باستخدام يعني تثبيت جراحي برضو للأصابع، لكن حالتهم مستقرة، معظمهم عبارة عن جروح وسحاجات وشظايا من جراء التفجير. وهل هذه الإصابات تستلزم نقل المصابين إلى القاهرة لتلقي العلاج؟ لا يا فندم، كل الإمكانيات موجودة متوفرة في شرم الشيخ وهم حالتهم مستقرة، فقط 2 اللي هيحتاجوا جراحات وممكن إجراءها هنا في شرم الشيخ. ذكر مراسلنا في جنوب سيناء أن السيدة الوزيرة الدكتورة مها الرباط متواجدة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ماذا عن هذه الجولة لها في المستشفى وماذا وصلت إليه من هذه الزيارة؟ بالفعل الدكتورة مها الرباط وصلت إلى شرم الشيخ صباح اليوم والتقت مع اللواء خالد فودة والسيد هشام زعزوع وزير السياحة، وكمان قابلنا نائب البعثة الدبلوماسية الكورية واتفقنا معاهم على الإجراءات اللازمة لسفر المصابين والضحايا إلى بلادهم والإجراءات المطلوبة ليهم. ومرت على جميع المصابين واطمنت على الخدمة الطبية المقدمة ليهم، وشكرت كمان الطواقم الطبية العاملة في جنوب سيناء كلها على المجهود اللي اتعمل، وأكدت على رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات علشان خاطر تحسبا لأي طارئ أو أي حاجة. أشكرك دكتور أحمد كامل متحدث باسم وزارة الصحة. الله أكبر الله
أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. من جانبها أدانت الخارجية الكورية الجنوبية الهجوم الإرهابي في منتجع الطابة بشبه جزيرة سيناء، وذلك عقب اجتماع طارئ لبحث تداعيات الحادث. وأكد وزير خارجية كوريا الجنوبية أن سول ستتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع الدولي للكشف عن منفذي هذا الهجوم ومكافحة الإرهاب. موقف حكومة كوريا الجنوبية من الأعمال الإرهابية ثابت وراسخ، حيث تعتبرها جرائم ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، ولا بد من القضاء عليها بكل السبل. وسنواصل المشاركة في جهود المجتمع الدولي لاقتلاع الإرهاب من جذوره. كما استنكر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الحادث الإرهابي الغاشم على الحافلة السياحية بطابة، مطالبا بتطبيق حد الحرابة على من يعيثون في الأرض فسادا. وأكد وزير الأوقاف في بيان له أن هذا الإرهاب الأعمى يستهدف سفك الدماء وقطع الأرزاق ويشوه حضارة الإسلام ويعرض مصالح الوطن العليا لخطر داهم. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي حادث طابة عملا خسيسا يهدف إلى ضرب السياحة المصرية وتقويض فرص تعافي الاقتصاد الذي تعد السياحة أحد أهم ركائزه. كما أعرب العربي عن ثقته في أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثبط من عزيمة الشعب في مكافحة الإرهاب، بل ستزيده إصرارا على مواجهته والقضاء عليه والمضي قدما في استكمال خارطة المستقبل. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة